أصرت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية الطبية في بيان رسمي تعليق العمل في مستشفى تديره بمدينة المخا الساحلية جنوب غرب اليمن، بعد تعرضه لأضرار جراء هجوم بصواريخ وطائرة مسيرة نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا. الاستهداف طبعا كعادة الميليشيا الإنقلابية يعني لا تميز بين الأهداف المدنية والإنسانية وبين الأهداف العسكرية، وللأسف هي عمدت على استهداف المنشآت المدنية وعمل المنظمات الإنسانية، والهدف هدف منه هدف سياسي بحت. استهداف المرافق الطبية هذا من قبل ميليشيات الحوثي لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فعلى امتداد الخارطة اليمنية استهدفت ميليشيات الحوثي عشرات المباني الطبية والخدماتية خلال سنوات حربها ضد اليمن. المتضرر الأول والأخير من هذا الاستهداف هو الشعب اليمني، بحيث أن تعيق هذه المنظمات عن تقديم خدماتها للمواطن اليمني، وبالتالي يجد المواطن اليمني نفسه تحت ضغوط عدة. هذا أعتقد حسابات خاطئة بالنسبة للميليشيات الإنقلابية، لأنه بالأخير هي يعني المجتمع الدولي يعني على بينة من هذه السلوكيات والممارسات. تعليق المنظمات الصحية والإغاثية لأعمالها في بعض المحافظات اليمنية فاقم من الأزمات الإنسانية وقرب المجاعة رويدا رويدا بين ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وهو الهدف الذي تسعى الميليشيات لتحقيقه حسب مراقبين. تحركات ميليشيا الحوثي تزيد من أوجاع اليمنيين في وقت تحاول فيه المنظمات الإنسانية علاج تلك الأوجاع، لكنها أمنيات باتت صواريخ الحوثي المدعومة من إيران تنسفها في كل حين. ناصر حبتر، موفد قناة الإخبارية، عدن.